بوغاتي بوليد، الشهاب المحترق باللغة الإيطالية، أقوى ما صنعته بوغاتي حتى الآن، والسيارة التي صممت بالكامل لقتل كل السيارات المخصصة للحلبات. البوليد لا يمكن قيادتها على الطرقات العامة، ليش؟ لأن القوة والتكنولوجيا اللي فيها جبارة جدا. أولا المحرك اللي عليها 16 اسطواني 16 سلندر، بنتج قوة 1800 حصان و 1850 نيوتن متر من عزم الدوران. إضافة لذلك الوزن الإجمالي لها 1250 كيلوغرام. الهيكل مصنوع كله من الكربون فايبر. إضافة لذلك إنه أجزاء السيارة أيضا مصنوعة من التيتانيوم. قطعة التيتانيوم هاي يتراوح سماكتها ما بين 0.5 ل 1 مليمتر، ويبلغ قوتها وصلابتها 1250 نيوتن متر لكل ملي متر مربع. إضافة لذلك شايفين الجناح الخلفي الكبير اللي عليها اللي بخلي السيارة ثابتة، وزن الجناح فقط 340 جرام مصنوع من الكربون فايبر، لكن عند سرعة 320 كيلو متر في الساعة يبلغ قوة الهواء عليه 1800 كيلو جرام، وهو الهدف الأساسي اللي يخلي السيارة ثابتة، لذلك بيجعلها أسرع سيارة في المضمار. إضافة لذلك قطعة مضمار اللوما خلال 3.7 أجزاء من الثانية فقط، أي أسرع من أي سيارة ثانية. أما على مضمار النوبرغرينغ اللي هو الأشهر، فقطعته خلال 5.23 جزء من الثانية، وبذلك تعتبر أسرع سيارة أنتجت قطعة مضمار النوبرغرينغ. زائد أنه إحدى الأشياء التفاصيل الجميلة فيها، فيها قطعة اللي بتوصل نظام التعليق مع جسم السيارة اسمها الرود بوش. وزنها 100 جرام، مصنوعة من التيتانيوم، لكن قادرة على أنها تتحمل قوة تبلغ 3.5 طن. لكم أن تتخيلوا هالسيارة هاي جبارة جدا بكل المقاييس. طبعا جميع الشركات دائما تطمح أنه يكون توزيع الوزن على القوة 1:1، يعني لكل كيلو جرام 1 حصان، هيك بيكون أعلى درجات الكمال في صنع السيارات الرياضية. لكن في البوليد لكم أن تتخيلوا لكل 670 جرام من وزن السيارة هنالك حصان واحد، فهو أقل حتى من 1:1 حصان، فعشان هيك اللي بمنحها قوة خرافية كثير.